أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقاء جديد من المصدر الإسلامي لمقاومة التنصير لمتابعة قضية الأخت الأسيرة المسلمة كميديا شحاتة زاخر التي أسلمت ورفض الأزهر توثيق إسلامها وتم إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة. اليوم معنا فارس هذه القصة وهو أخونا الشيخ الفاضل المحترم الشيخ أبو يحيى. حياك الله شيخ. جزاك الله بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. الشيخ أبو يحيى يعني نعرفه من سنوات وهو له باع في الدعوة وباع في مقارنة الأديان، وقدر الله له أن يكون هو فارس هذه القصة. الأخ أبو يحيى صاحب الأخت كاملة في قصة إسلامها وفي قصة إشارها إلى أن تم إلقاء القبض عليها، نسأل الله عجل أن يفك أسرها. اليوم ينفرد المرصد الإسلامي بمقاومة التنصير بحوار مع الشيخ أبو يحيى بعد أن فك الله أسره من الاعتقال الذي كان فيه لأكثر من 20 يوم بسبب مساعدته لهذه الأخت. اليوم نحن معه في لقاء حصري يوضح لنا ملابسات القضية، ظروف الموقف اللي حصل، يوضح لنا حقيقة ما قيل وما يقال عن كونها خلافات أسرية بينها وبين زوجها، عن أن الأخت لم تكن مسلمة وأن هناك كانت هناك علاقة عاطفية أو مشاكل زوجية إلى غير ذلك. الأول شيخ أبو يحيى اسمح لي بس نعرف المشاهدين بحضرتك، يعني أنا حضرتك من سنوات وحضرتك لك فضل لا ينكر، لكن المشاهدين يسمعوا حضرتك. الله يبارك فيك. أنا أخوك أبو يحيى الصرماني. الاسم الحقيقي مفتاح محمد فاضل. انا من المنيا من صملوط. يعني مهتم شويه بمساله يعني بحث في الاديان. و حضرتك ليك كتاب في الموضوع، ليك كتاب اشهرها كتاب المخرس في الرد على القس المفلس زكريا بطرس. وفي رساله حب الفتاه النصرانيه، وفي من شوه المسيح. يعني في المجال كده، في بعضها طبع وبعضها لم يطبع. ربنا يتقبل منك يعني. طيب شيخنا الفاضل، عايزين نعرف قصه كاميليا من بدايتها. قصه كاميليا باختصار ان يوم الثلاث 20/7 تحديد بعد صلاه الظهر مباشره يوم الثلاث، اتصل بي حد من امن الدوله في المنيا يسألني عن كاميليا شحاتة. فأنا يعني ما كنتش فاضي وما كانش عندي فكرة عن الموضوع، فقلت له ما أعرفهاش وكده. بس لو قال لي طيب لو 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 جت عندك وهي في الغالب هتيجي يعني أبقى كلمنا. فقلت له خلاص، قال لي وعد، قلت له وعد خلاص. بعديها اتصل حد أعلى منه. من الفرع برضو، يعني فرع من الدولة، فرع من الدولة في المنيا، وهم أنا معروف عندهم وهم عارفيني وأنا أعرفهم وكده. فقال عم الشيخ في بنت اسمها كاميليا شحاتة زاخر 25 سنة من دير مواس كده، اختفت، جات عندك ولا حاجة؟ فقلت له لا. قال لي ولا حد من أصحابك حتى كده تعرف؟ قلت له لا. فقال لي طب هي في الغالب محتمل تجي لك. قلت له ايه الحكاية، أنا لسه الباشا قبل منك مكلمني، فايه الموضوع؟ فقال لي ده البنت تحرياتنا. وسألته عن ليه احتمال تجي لك، يعني ليه حضرتك احتملت انها تجي لي يعني. فقال لي احنا من خلال تحرياتنا يعني ان هي ليها ميول للاسلام، التحقيق مع المدرسين اللي معاها وكده، ان هي ليها ميول اشهار اسلام. فانت مهتم بالقصه دي ففي الغالب هتجي لك. فقلت له ان شاء الله هي لو جاتي. يعني تحريات امن الدوله الاوليه اثبتت ان كاميليا من خلال التحقيق مع زمان ان ليها ميول للاسلام، وان هي بتبحث عن حد يساعدها في اشهار اسلام. قال لي ففي الغالب حد هديه. قلت له خلاص وعد، لو جات لي انا لسه اقول لك باللفظ كده. قلت له انا الباشا لسه طالب، لسه مكلمني فيها، ودي اول خدمه يطلبها مني وانا مش هقصر يعني وكده. فقال لي خدمتي يا عم، ده شغل عرفت. فقلت له ماشي مفيش مشكله. يعني في متابعه برضه، معلش، في متابعه من الامن لحالات الناس اللي بيدخلوا الاسلام او بيبحثوا عن الاسلام طبعا، عشان يتاكدوا من مصداقيه هذه الحاله. نعم. هل واحده مخطوفه؟ نعم. واحده مجبره؟ نعم. واحده نعم. والكلام معاهم يعني الناس حتى دارسه وكويسه يعني ومتخصصه. نعم. في الموضوع ده ودارسه. نعم. في جهاز الامن نفسه. نعم. يعني. نعم. يعني وحافظين صوره الممتحنه. نعم. وعارفين انه لازم من الامتحان. صحيح، عرفت، لازم الامتحان، واحنا كمسلمين مطالبين بالامتحان. معلش نفهم الناس ايه الامتحان، يعني ايه فكره الامتحان يعني؟ بالنسبه للامتحان ان لو حد جه احنا نختبره. نعم. ونشوفه جاي عايز ايه وجاي عايز يسلم ولا لا، فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. نعم. عرفت.
فإن علمتموهن إيه مؤمنات فبالنسبة يعني كل واحد يجي تقول أنا عايز أتسلم بنقبلها لابد من الامتحان لازم الامتحان مقصد شرعي وقال ولا ولازم من تبيين المسائل ليها كويس جدا زي في كل الحالات في حالة أختنا كمان خلاص أنا بقى لما لفتوا نظري الكلام ده من 12 دور فكلموني والساعة واحدة كلموني عرفت فرحت معايا التليفون بتاعي بدخل بيه نت رحت داخل النت ورحت كاتب اختفاء كاملي حد فلقيت بقى طلع لي حاجات كتيره قوي يعني كتير اختفاء زوجة كاهن بالمنيا مش عارف ايه الكلام من ده انا التبس عليها في القراءه ان عندها ولدين ان هي ليها ولدين والكلام من ده ده الحاجه اللي التبس لان قريت مستعجل كده وبعدين شفت بقى صوره تظاهرات ومواقع جايبه صور بقى تظاهرات وبتاع يعني الدنيا مقلوبه قوي يعني لكن انا ما خلاص الموضوع يعني بعد عني انا ما اهتمتش بيه كان عندي مشاكل في شغلي يعني المهم بعد صلاة العشاء تقريبا لقيت انا مروح على بيتي في العربية لقيت التليفون حد عرفه يعني بيتصل والمتكلم على الطرف الثاني صوت بنت السلام عليكم عم ابو يحيى عليكم السلام ورحمة الله مين قالت لي انا كماليا قلت لها كماليا شحاته زاخر زوجة الكلام اللي انا حفظته كان انتشر بقى الكلام على النت على النت انا ذاكرته بقى يعني قريت في الفترة دي يعني وكده فقالت لي ايه عرفت منين عرفت منين قلت لها انا عرفت عرفت فقالت لي طيب انا عايزه اسلم ويعني حد اداني رقمك وقال لي ان الاخ ابو يحيى هيساعدك في الموضوع ده يعني يمشيك بالطرق القانونيه او كده يعني فانا عايز اشهر اسلامي انا مسلمه اصلا انا مسلمه من فتره بس انا عايز اوثق اشهار عايز اشهر عايز اشهر يعني واغير ورقي بقى واخلص ما اخلص من التمثيليه الكذاب اللي انا عايشها يعني دلوقتي كمان لي شهادتها جات لحضرتك وهي مسلمه اصلا مسلمة. منذ فتره ولكنها تريد توثيق هذا الاشهار تمام. رسميا تمام يعني الاخت جايه مش جايه بتسال على الاسلام مش جايه بتبحث دي اخذت القرار منذ فتره وجايه لتوثيق هذا الفعل سالتها انت فين قالت لي انا في نواحي قريتنا كده في قريه ناحيه دير مواس كده فطيب كان الكلام ده حوالي الساعه 11 بالليل او كده يعني كانت تلاتة. موجودة في دير مواس والمظاهرات شغالة كانت موجودة الأخت في دير لما كانت صاحبة حضرتك كانت موجودة في قرية قريبة من دير مواس والمظاهرات شغالة كانت على علم بالمظاهرات وكانت كانت على علم فقلت لها طيب أنت لابسة إيه؟ قالت لي أنا لابسة الإسدال والنقاب الله أكبر وجاية مين معاك؟ معاها راجل كبير كده فطب معاك عربية ولا هتيجي إزاي ولا هتعملي إيه؟ قالت هنركب مسلم فركبوا ميكروباص وقول لي طيب العنوان انا عنواني كذا كذا فقالت لي ماشي ان شاء الله قلت لها طيب لما تقربوا رن علي علشان انزل اخدك وقابلك ماشي وانا في الوقت ده حاولت الايه صليت العشاء ما كنت صليت وصليت استخاره ان اتدخل في موضوعها ولا لا وان ابلغ من الدوله ولا لا زي ما وعدتهم فصليت ولقيت نفسي منشرح وبعدين اتصلت بالامن الراجل كان في عربية والصوت مشوشر قوي قوي يعني بجد يعني واضح ان راكب عربية قالوا مين كده فقلت له يا باشا انا مفتاح ابو يحيى اكلمك بخصوص كاميليا بتاع هو مش سامع حاجة خالص فقال لي طيب انزل على الارض واكلمك قلت له يا باشا مما تنزل على الارض كلمني فقال لي ماشي المهم انا كنت مرهق جدا وتعبان جدا عرفت في الشغل يعني وعارف ان كاميليا توصل على الساعه 6 الصبح فعايز اقوم بقى علشان هنزل افتح لها واجيبها وكده المهم نمت وفصل تليفون الله اعلم الباشا اتصل ما اتصلش انا ما اعرفش بقى هو اتصل لا لان التليفون فصل يعني بعديها قمت اصلي الفجر فلقيت تليفوني فاصل قمت بسرعه وصلت التليفون على الشاحن كده خشيت ان يكون البنت في الطريق حصل لها مكروه حاولت تتصل تستنجد بتاع ما اعرفش يعني المهم صلينا الفجر وقعدت منتظر الساعه 6 وصلوا عندي وصلت عندي كاميليا لابسه الزي الاسلامي النقاب والاسدال ولباس شرعي جميل نزلت حتى لما نزلت كلمتها ما مدتش ايدها تصافح ولا كده يعني خلق يعني الإسلام. عارفه ان لا مصافحه الاسلام وحتى لما هي اتكعبلت وهي طالعه العتبه عندي علشان ممكن يكون الاسدال واسع شويه ولا حاجه فحتى ما لما جيت انا مد بسم الله بسم الله فما رضيتش تدي ايدها هي شكأت وقامت والله على ما كل شيء ما شاء الله المهم طلعت عندي قعدنا من الساعه 6 كنت انا برضو قريت في النت بقى الكلام اللي قايلينه اللي هو كلام القس ايمن ده اللي هو جوزها اللي هو تداوس تدراوس تداوس عرفت تداوس من اتباع المسيح من العشره من ال 12 المهم انه
انه في بعض الناس قالوا ان في خلافات ماليه، بعض المواقع كده قالت ان في خلافات ماليه بينها وبين جوزها وبتاع والكلام ده. فقلنا قعدت جهزنا افطار، بنفطر، سالتها صليت ولا لا، قالت لي، هي اول ما قعدت على طول قالت لي طب ممكن حمام عشان انا ما صليتش. ما شاء الله كان لسه يعني الشمس بين الطلوع وال... يعني احنا بنتكلم عن واحده مسلمه، يعني مسلمه محافظه على الصلاه، تدري الاحكام الشرعيه، لا تصافح الرجال، تلتزم بالزي الشرع الاسلامي، يعني واحده متخذه القرار ومتعايشه مع الاسلام لفتره بحيث ان سلوكياتها تهذبت على الاسلام. نعم. فقالت لي انا ما صليتش، الحق الصبح قبل الشمس ما تطلع. نعم. فدخلت توضت وصلت ورجعت، فقلت لها طيب، قلت لها على فكره انا كنت سمعت لما بدانا نناقش الامتحان بقى بتاعي. نعم. قلت لها على فكره انا كنت قريت انه بعض المواقع بتقول ان في خلافات ماليه. فاحنا بدايه الكلام يا كاميليا، اذا كان يا بنتي في خلافات ماليه او حاجه زي كده، انا اتحمل الخلافات دي وانا اتحمل الجانب المالي ده ونرجعك لجوزك سلمى غانم، مفيش حاجه. اذا كان في بين انا والله على ما كل شهيد، وتطلع كمان كاتب. الله اكبر، عرفت يطلع حد يكاتب وعندي 2 شهود عليه. يعني مش زي ما بتصوروا ان بمجرد ما بتيجي واحده، لا لا لا، انا لسه هكلم حضرتك في بقيه الحاجات الامتحان. لا بس المخ زي لا 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 حضرتك، اجازهم كان بيقول او الناس خالص في امتحان وفي تثبت، وحتى لا لو صحيح زي يعني حضرتك لو واحده جايه احنا مش حاجه يعني مش مصيف يعني هتيجي تصيف عندنا وتمشي يعني. لا هي يعني الاسلام امرنا ان احنا لو لقيناهم مؤمنات عرفت خلاص نقبل، لا ترجعوا. اللي حصل يا بنتي سمعت انا ان في خلافات ماليه، فهي ابتسمت ابتسامه لطيفه كده، قالت الخلافات ماليه هم اتكلموا في دي؟ قالت طب انا بعد ما تخلص حضرتك كلامك، وهي حيه ما شاء الله، الحياء يعني كتلة حياء ما شاء الله، عرفتها وبالله يعني النور يشع منها يعني الله. وانا يعني بذكر المستمعين بحديث صلى الله عليه وسلم ان كل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء، يعني هذا الحياء الجامع الشديد لا ياتي الا من قلب فيه عامل بالايمان وعامل بالاسلام وفيه خير. فقالت لما قال طب لما حضرتك ان شاء الله تخلص كلامك انا اناقشك يعني، طب ايه تاني؟ طيب المسألة المالية، قالت لها هكلمك، طب ايه تاني بقى؟ فقلت لها طيب لو كان في خلاف، كنت انا في المواقع جبت المواقع على التليفون وطلعت صورة جوزها، فقلت لها التهريج كده علشان ازيل يعني الوحشة اللي هي داخلة بيها، لسه يا دوبك انا مش يعني ما كملتش نص ساعة شايف. فقلت لها بس ده واد حليوة ومسمسم وزي القمر، حد يسيب ده يا كاميليا؟ عرفت حد يسيب القمر ده كده ويجي؟ قالت لها الله لا يبليك بيه، عرفت الله لا يبليك بيه بي. قالت الله لا يبليك بيه عرفت فقلت له حد يسيب القمر ده وبتاع، انت على خلاف معايا يعني متضايقه منه بتاع الكلام من ده؟ قالت لي يعني بحقيقه كده يعني افهم انه يعني هي عايزه تسمع انا كلامي ايه ثم تعقب هي. نعم نعم. فقالت لي في اسئله ثانيه وكلام ثاني، فقلت لها طيب انت لو كنت عايزه بنتي على علاقه يعني علاقتك يعني فيها يشوبها شيء بينك وبينها وكده، فانت ممكن تقلبي كاثوليك. ممكن تقلبي كاثوليك يعني تروحي مله ثاني وتفضلي في كنيستك وديانتك اذا كنت على اعتقاد. عرفت وانت بالتالي هتفرقي مني. وقلت لها برضه ابتسامه انت عارفه ليه بقى؟ يعني ليه انت لو قلبت كاثوليك هتتفرق مني؟ لان دول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول. الكاثوليك والكاثوليك بيكفروا البروستانت والبروستانت بيكفروا الكاثوليك، ولا يحل الزواج من بعضهم. طبعا لان يعني هيتجوزوا كثير. صحيح. عارف؟ واللغز اللي انا كنت اتكلمت مع احد الاباء فيه زمان، قلت له يعني ما حللتموه على الارض محلول في السماء، وما ربطتموه على الارض مربوط في السماء، كفرتوه على الارض كفر في السماء، فدول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول، فده كافر في السماء وده كافر في السماء وده كافر في السماء، فاهم مين؟ والله كده الاخ لسه من عندنا من قريه جنبنا وموجود يعني، فحلته الاشكاليه دي قال لا لسه. فهو يعني تروح الكاثوليك هتبقى كافر. نعم. عرفت وهم الكاثوليك هيقولوا عليه هو كافر، هيتفرق منك. فانت يا بنتي ممكن تقلبي بروستانت، تقلبي كافر.